توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه في النهائي يوم الأحد على تشيلسي بركلة الترجيح بنتيجة 11 مقابل 10 أهداف بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهما إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي من المباراة كما بدأت من دون أهداف، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليفربول. وبهذا التتويج انفرد ليفربول بالرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب بعد أن كان يتشارك عدد مرات الفوز مع مانشستر سيتي 8 ألقاب. وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل للحظات الفوز الثمين لنادي ليفربول في الكواليس بالرقص والغناء. الكابتن الأول لفريق ليفربول وتشيمز ميلنر، الكابتن الثاني هي اللحظات يا سادة ليفربول على سقف الكرة الإنجليزية في استاد وامبلاشير، الكأس التاسعة، الكأس الغالية، الكأس التي كتبت التاريخ لفريق ليفربول، 9 ألقاب لأحمر ليفربول، هو المعلم، هو الأول بحضور الألماني يورغن كلوب اللي أعطى الابتسامة وكامل العلامة لفريق ليفربول اللي توج بالألقاب مع يورغن كلوب دوري أبطال أوروبا. إذن كان هذا جانب من فرح لاعبي ليفربول بفوزهم الثمين. وخاض الفريقان ليفربول وتشيلسي مباراة مثيرة ومتكافئة وألغيت 4 أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة بين الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين أيضا عددا كبيرا من الفرص السهلة، في حين كانت هناك تعليقات وتغريدات كثيرة. اخترنا لكم نماذج بسيطة من تلك التغريدات لنتعرف عليها، ونبدأها مع تغريدة لسلام الياس. يقول سلام الياس في تغريدته عن فوز الفريق ليفربول، نادي ليفربول: ليفربول لم يعد مجرد كيان رياضي فقط، بل أيقونة عالمية للفرحة. ليفربول يا دولة المتعة الكروية، من غيرك بلا لذة ولا قوة. مبروك. تعليق من مو سليم: مباراة الأعصاب الحديدية والنهائي كما يحبه الجميع. شكرا لتشيلسي على لاعبهم الرائع، وكل الشكر لكلوب وفريقه التاريخي على الكاس التاسع في تاريخ الريدز العريق.